قديما كان زميلين في قصور الرئاسة، والآن أصبحا متهمين أمام المحاكم، فدوام الحال من المحال. مبارك وشراق صديق الأمس متهما اليوم. فبالتزامن مع استئناف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك اليوم، جاءت محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في قضية الوظائف الوهمية. وقد بدأت جلسة اليوم بغياب شيراك بعد أن أنهكه المرض، وأوكل محاميه لتمثيله وليقدم الملف الطبي الذي أكد أنه يعاني مشكلات عصبية. من المعروف أن شيراك يحاكم مع 9 متهمين آخرين في وقائع تعود إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي، ويشتبه في أنه أمن وظائف من بلدية باريس لأشخاص يعملون في خدمة حزبه الذي بات اليوم الاتحاد من أجل حركة شعبية. ويواجه شيراك عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة مالية في حال إدانته بتلك التهم، ومع أنه دفع أكثر من 500,000 يورو من ماله الخاص، فإنه لم يقر بتاتا بتلك التهم، ورفض دوما فكرة وجود خطة لتوظيف أعضاء الحزب. شاءت الأقدار أن تشهد القاهرة وباريس محاكمتي الرئيسين السابقين في يوم واحد، ومع أن تهم الرئيس الفرنسي السابق أقل بكثير من تهم الرئيس المصري السابق، فإن محاكمته جاءت دون وجود أي مؤيد له، على عكس محاكمة الرئيس مبارك التي احتشد مؤيدوه اعتراضا عليها.